السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع غرز الكروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض بندانة بسيطة، يا رب تعجبكم. هنعملها بغرزة الباف. أنا هنا عندي عاملة عدد سلاسل كده، طبعا أعمل مقاس اللي أنا عايزاه، سواء كانت دماغ طفلتي صغيرة أو كبيرة، أو ممكن أعمل مقاسات كبيرة أنا وابيعها لو عايزه. بس قبل ما نبتدي عايزه اقول لكم، لاول مره يشوفنا او لسه مشتركش في قناتنا يا ريت يشترك ولايك للفيديو. هقفل الدايره بتاعتي كده، او لو مش عايزه ممكن اسيبها كده، اقفلها بزرار او اي حاجه، بس انا هقفلها زي ما اتعودنا مع بعض. بنقفل الدايره بتاعتنا بالغرزه المنزلقه كده، بعدين هرتفع سلسلتين وهسيب اول غرزة عندي، هحط في تاني سلسلة، هنزل بالابرة بتاعتي فاضية زي ما متعودين في غرزة الباف، واسحب لفوق والتانية والتالتة والرابعة، بعدين هطلع الخيط بتاعي منهم كلهم كده، واقفل بغرزة منزلقة. اللي بعديها هسيب اول سلسلة، ارتفع سلسلة عندي كده، هسيب اول سلسلة واحط في التانية، هنزل بالابرة بتاعتي فاضية كده. كلنا طبعا عارفين غرزة الوف، خدناها مع بعض قبل كده. كده التالتة الرابعة، وطلع الخيط كله كده، بعدين هعمل غرزة غرزة اطلعهم بالخيط، بعدين اعمل غرزة منزلقة، ارتفع غرزة، هسيب اول سلسلة عندي وهحط في التانية، هنزل بالابرة بتاعتي فاضية ارتفع لفوق كده، شد الخيط، الف تاني، تالت، رابع، بعدين اطلع الخيط غرزة منزلقة، يبقى شكلها كده. اكمل الدور بتاعي كله وارجع لكم تاني. كده انا خلصت الدور بتاعي اهو، هقفل الدور بتاعي بغرزة منزلقة، كده بعدين هرتفع سلسلتين واكمل الدور بتاع التاني نفس الطريقة، انزل بالابرة فاضية، ارتفع، دي تاني واحدة، تالت واحدة، رابع واحدة كده، بعدين اطلع الخيط كده واقفل بغرزة منزلقة، ارتفع سلسلة واسيب واحدة وادخل في التانية نفس الطريقة،
كده اطلع في الغرزة المنزلقة وارتفع سلسلة واللي بعديها نزل بالإبرة بتاعتي فاضية تالتة رابعة واقفل الغرزة المنزلقة وتبقى بالشكل ده كده. اكمل الدور وارجع لكم تاني. انا خلصت الدور بتاعي كده وقصيت الخيط بتاعي خلاص كده حلو دورين كده. انت لو عايزاهم اعرض من كده ممكن تعملي دور اكتر. هجيب لون تاني واحطه معايا كده هرتفع غرزتين بعدين هعمل عمود بلفة عمود تاني بلفة. انا جبت طبعا ابرة ارفع شوية بعدين عمود تالت تلات عواميد بعدين هعمل غرزة منزلقة الغرزة اللي بعديها وخدت الخيط بتاع الشغل اللي انا قصيته معايا تحت الشغل زي ما متعودين عشان شغلنا يبقى نظيف كده غرزة منزلقة بعدين هرتفع غرزتين واعمل عمود بلفة عمود تاني عمود تالت بعدين هعمل غرزة منزلقة ارتفع سلسلتين هعمل عمود بعدين عمود ثالث معلش تاني بعدين واحد تالت تلات عواميد وغرزة منزلقة بعدين ارتفع سلسلتين وهكذا لحد ما انهي الدور بتاعي. هتبقى عندي بالشكل ده كده. هخلص الدور وارجع لكم تاني. انا كده خلصت الدور بتاعي كده. دلوقتي عايزة اعمل الدور التاني كده الناحية التانية قصدي كده. دلوقتي هعمل سلسلة وهخليها في الناحية اللي انا هحط فيها التوكة او الاكسسوار بتاعي اللي هي الناحية اللي هتبقى على الوش. يعني هعمل دلوقتي سلسلة قد المسافة دي كده تمام. هجيب الخيط تاخده معايا تحت الشغل زي ما متعودين طبعا كده اي خيوط اخدها تحت الشغل وهقفل بغرزة منزلقة كده وهعمل دور زي ما عملت الناحية التانية زي الدور ده كده. هرتفع سلسلتين كده بعدين هعمل عمود بلفة كده
واعمل عمود بلفة تاني والخيط معايا. هعمل عمود بلفة ثالث بعدين غرزة منزلقة بعدين ارتفع سلسلتين عمود بلفة اعمل عمود بلفة تاني عمود بلفة تالت وغرزة منزلقة هتبقى عندي بالشكل ده كده. هكمل الدور بتاعي كله وارجع لكم تاني. كده خلصنا الدور بتاعنا بقيت بالشكل ده التوكة بتاعتنا. ممكن اخليها على كده وممكن اركب لها اي اكسسوار او فلونكة زي كده اللي احنا عملناها مع بعض هركبها لها. انا دلوقتي انا عملت دي السلسلة اللي عملناها دلوقتي هحطها فيها ممكن اثبتها بالشمع ممكن اخيطها خياطة اي حاجة اثبتها بيها. بقيت عندي بالشكل ده كده. دلوقتي انا هشيل الخيط بتاعي خلاص التوكة بتاعتي اهي اتثبتت خلاص مش عايزة حاجة. هقص الكيس بتاع الخيط بتاعي كده بس كده. كده بقيت عندي توكة جميلة كده. ممكن اعمل اعداد كتيرة وابيعها ممكن اعمل واحدة لبنتي او لحفيدتي شكلها جميل جدا فكرتها بسيطة. يا رب تكون عجبتكم واللي اول مرة يشوفنا او ما اشتركش في قناتنا ياريت يشترك ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.